حدثت الوفاة وتوقف القلب نتيجة احتشاء في العضلة القلبية قبل سقوط الضحية، وهذه خبرتي. دكتور آدم عبد الحق. شهادة أبو نضال مع كل المعطيات اللي عنا بتخلي أي قاضي يشنقك 10 مرات كحد أدنى. أي ممكن تبطلها إيه؟ بس ها هل هيك اتفقنا؟ أنا المحقق ورد عبد الله. بدأت القصة بالنسبة لك من 57 يوم تماما، من لما اكتشفت جثة الشاب المصري سامي الرحال. مديرة العلاقات والتسويق الخارجي عنا. هي مجرد وحدة، أنا قتلت لها أختها. أكلمه كل أدب كل ذوق، إذا هو حب يجاوب أهلا وسهلا. أنت قتلتها ليه؟ صحيح كيفها بنتك؟ هي وياها نفس الحجم ما هي؟ بخصوص حماية معتصم القصة، له عليها شيء؟ اليوم صار شغلة بالشركة رح ترفع أسهمنا كثير. المحققين هون عم يحققوا بجريمة قتل البنت كانت على علاقة مع معتصم. شو رأيك بديالا؟ ما نستحي أبدا. أنا خايفة. سيد من خطط ونفس. اوف ان شاء الله رح يصفى دمي. ابو جبري وانا كل ما قلت الاسماء والشغلات اللي بعرفها اريح لراسي. شو هذا عم يلعب معنا؟ لك ابو جبري مات شنقوه. مصطفى قولي شو بتسوي؟ دكتور آدم، أنا راح أعتمد التقرير إذا أنت بتقول إنه المعلومات اللي فيه أكيد. أنا بيهمني سلامة بنتي. رح نستضيفها عنا كم يوم لحتى نتأكد إنك ما رح تغير أقوالك. لك هاي مريضة داون يا حيوانات، مريضة داون يا حيوانات. أكيد التقرير مطبوع هون مكتبي ومختوم بخدمي، يعني التقرير تبدل هون بالبيت. خال أنت مربيلي. لك خلاص، انت قلت انخطفت بسبب شغلك. عجبي حاج كرمال الله، لسه من داريك وانت بتضل تسمعنا كلام مثل السم. ما بتتخيل قديش ندمان على اللحظه اللي وافقت فيها. تعال صوري يا اخويا. دمي يا اخويا. هاي بابا. بنتي فات على المستشفى، بنتي عندها متلازمة داون. مين فات على بيتي وغير التقرير وخطف بنتي معاها؟ أما حياتي إيه أنا؟ إن شاء الله بيقبرني. إيه؟ فكرة إذا مع الأيام نسيت شو عملت معي، مستحيل أنسى إنه ريتا كانت السبب بكل شيء صار معي. برجع بقول لك، هي شغلة الشرطة. كانت شغلة الشرطة قبل ما تموت حياة. يا دكتور، لا لسه قدامي شوية. شباك شوفي. ما في شيء، سلامتك. هيك صارت حياتنا ورد هيك. كل اللي عم تحكي ورد بعرفه وحاسة فيه. لك شيء ورده كتير حقيقي. مانا طايقين بقى نشوف وجهك. حنعنا. ما عم بقدر أعجن. ما عم بقدر. على فكرة أنا بعرف أنه أنت اللي هي مو شغلتي. لا ولك تترك يا ماك، أنت خلاص ما عاد في شي بحياتي. بعمرك ما بتوصل لكندرة آدم عبد الحق، لا تحلم. بدي أتقدم بشكوى لحضرتك على المدعو آدم عبد الحق. شو اسمك بك؟ أنا غرقان فيك، أنا تركت أغلى الناس من شانك. أهلين حب. بصراحة لا هو غلطان ولا انت غلطان. اكل يا ابن الحرام ولا على بر. يوسف هلا كل هالوقيحة اخذها مني. كل شيء كأدلة مو فرضية ما لها اي طعم. كيدية وتصفيه حسابات مع واحد ساعده وانت عم تتصرف معه بقلة اخلاق. والباقي بتعرفوه، رح اقول شيء بالاخر.